بسم الله، النهارده ان شاء الله هنتكلم على الليجند. ايه الليجند دي؟ بتبقى ورقه فاضيه خالص محطوط فيها الرموز والاختصارات. يعني مثلا لما واحد يبص اللوحه ويشوف رقم 5 وعليه دايره، يبقى دي رمز ايه؟ عايز يشوف يعرف دي رمز ايه. تمام، بحيث ان هو لما يبص اللوحه يفهم الشفره بتاعت اللوحه ديت. فانا عندي هنا في الريفت ليجند، وبلاقي ان انا ممكن افتح اي لوحه من اللوح اللي تحتيها او اعمل لوحه جديده. تعال نشوف اللوحة دي مثلا. دي بلاقي مثلا لما الاقي الرمز ده اعرف ان ده ليفل ماركر، لما الاقي الرمز ده اعرف ان ده سبان، لما الاقي الرمز ده يبقى ده ريبير تاج. فدي الرموز اللي موجودة عندي. تمام، ممكن اجي في ليجند ادوس رايت كليك واقول له نيو ليجند، فبيقول انت عايز تسميها ايه؟ اقول له مثلا ستراكشر. تمام، السكيل بتاعي دي قائمة بالسكيل الموجود، ممكن اقول له كاستم واكتب اي رقم انا عايزه. لو انا عايز مثلا سكيل 1 لـ48 مفيش اي مشكلة خالص. اوكي، دلوقتي عايز تكتب حاجات 2D، فبكل بساطة تروح للانوتيت وتبدأ تكتب التكست اللي انت عايزه وتحط الديتيل اللي انت عايزه. يعني ممكن تيجي تكست وتكتب مثلا دور. تمام، تروح للانوتيت تختار الديتيل لاين، تبدأ ترسم الرمز اللي انت عايزه، اي رمز. تمام، بالشكل دوت. طيب لو انا عندي لوحه موجوده اوتوكاد، هقول له انسيرت واقول له امبورت كاد، مش لينك كاد. امبورت كاد هيديني خاصيه ان انا اول ما اعمل سيلكت على الكاد، لان انا افجره، لان انا اعدل فيه، لان انا يعني بيبقى فيه ان انا اعدل في اللوحه نفسها. انما اللينك كاد انت مرتبط بالكاد، لازم تعدل في الكاد نفسه. هقول له امبورت كاد واختار اللوحه. خلي بالك انا ممكن ادخل دي دبليو جي او دي اكس اف او دي جي ان اللي هو بتاع المايكرو ستيشن او سكاي او سكتش اب، عندي ملفات كتير ممكن ادخلهم. تمام، طيب ايه اللي ينفعني تاني؟ في طريقه ثالثه، ان انا اجي من انوتيشن واقول له انا عايز ليجند كومبوننت. ايه ليجند كومبوننت؟ هيجيب لي كل الفاميلي. تمام، ده شكل الفاميلي ديت في الفلور بلين. تمام، طب شكلها في الفيشن ازاي؟ بيبقى كده. طيب تعال نشوف فاميلي تانية، الفلور روف ستراكشر كولوم مثلا. ده شكله في الاليفيشن. تمام، وده شكله في الفلور بلان، وتكتب جنبيه بقى توضيح للحاجة اللي انت عايزها. تمام، دي 3 طرق ان انت تكتب من انوتيشن، ان انا اعمل امبورت للاوتوكاد، ان انا اجي من كومبوننت واختار ليجند كومبوننت وابدا اختار الفاميلي واحط الفاميلي وقدامها تكست بتاعها.